الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله وقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج أعزائي المستمعين نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تعزيز يعني الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مستشفياتها الأربع ومراكزها التخصصية التابعة لها، وأيضا عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية. فاللي عنده أي ملاحظة عنده أي شكوى يتصل فينا على الأرقام اللي بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا. ولكن قبل ذلك خلونا نرحب بطاقم البرنامج. معنا في التنسيق ميرا الخفلي، وأيضا في الإخراج ناصر السليمي. صباحك الله بالخير دكتورة ندى الملا. صباح الورد وصباح الجمال وصباح الثلاثاء، اليوم الهادي في الأسبوع، نصبح عليكم بالخير في نص الأسبوع إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله يكون أسبوعكم بدأ بداية جيدة ويكون نهايته إن شاء الله جميلة، عشان بعدين ندخل على نهاية الأسبوع بروح إيجابية وعالية. أذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. مثل ما قال طبعا محمود إن هالقنوات كلها عشان ترشون اقتراحات ملاحظات، أهم شيء الاقتراحات والملاحظات اللي تكون عندكم، لأن أي خدمة ما تثرى غير بملاحظات وآراء المتعاملين، فتواصلوا معنا عن طريق القنوات عشان نعمل معا لتحسين الخدمات. طيب صباح الخير دكتورة فوزية الله يحفظك. شكرا. عادي فوزية اسم جميل. لا هو لأن هم مغلطين الظهر بينك وبين دكتورة فوزية. انزين، ابتكر علماء من الولايات المتحدة وبريطانيا عقارا جديدا من المسكنات الرذاذية غير الضارة يقمع الألم بسرعة كبيرة. شو يعني وش مسكنات رذاذية؟ يعني سبري. لا بس يعني في مسكن رذاذي تي يقصدون فيه؟ هي يعني مسكن رشوة ليس حبوبا. هذا اللي هي اللي يستخدمونه في الألعاب الرياضية يمكن. بس هذا يقول توصل العلماء إلى تركيبة بخاخ أنفي يسكن الألم، ويتكون من بيبيتيد لو انكيفالين، حيث يصل إلى الدماغ مباشرة عبر الممرات الأنفية ولا يؤدي إلى التعود الذي تسببه عادة مسكنات الألم الأفيونية. من الأفيون ها؟ لا حول، حطونا أفيون في الدواء. المسكنات القوية نعم يكون فيها. عموما يؤكد العلماء أن بيبتيد لو إنكيفالين يتميز بفعاليته في البخاخ أكثر من الكبسولات التقليدية التي يذهب مفعولها في الدم قبل الوصول إلى مراكز الإحساس بالألم في الدماغ. وأظهر البخاخ الجديد نتائج إيجابية بعد تجربته على القوارض ووصوله السريع إلى الدماغ وتسكينه للآلام. ويخطط العلماء في الفترة القادمة لاختبارات سريرية على البشر لهذا البخاخ الذي سيشكل قفزة نوعية في السيطرة على الألم لدى المرضى وخاصة مرضى السرطان. طبعا تم تجربته على القوارض، هذا بخبركم الحين السالفة بعد ما تعلق الدكتورة على هذه الدراسة. طبعا مثل ما قال محمود يعني أول شيء مادة الأفيون تستخدم في الأدوية كمسكنات للألم، الألام القوي مثل ما ذكرت. مخدر يعني. أي. الألم القوي مثل الناس يأخذون كيماوي يخضعون لعمليات جراحية كبيرة، فكمية الألم تكون عندهم ما تكفي من المسكنات العادية، لازم تكون مسكنات قوية. وليش عن طريق الأنف؟ اكتشفوا العلماء من زمان، هاي معلومة مو جديدة، إن الأنف الشعيرات اللي فيه تقوم بتوصيل الدواء إلى المراكز الألم أسرع من لو خدتها عن طريق الحبوب أو عن طريق الوريد. وحتى في لعلاج حالات الصرع هناك بخاخ عن طريق الأنف
حالات الصرع. ففي أدوية الحين قاموا يستخدمون المجاري الأنفية حق الأدوية للحالات الشديدة، يعني مثلا حالات الصرع، حالات الألم الشديد. أولا لأن الأدوية تتخذ عن طريق الفم سببت مشاكل في المعدة، تسوي قرحة في المعدة، جدت حموضة، وطول الوقت من لحظة البرع لين ما توصل لمركز الألم تاخذ وقت طويل، وتدخل في معالجات في الجهاز الهضمي تخفف من قوتها، وغير عن طريق الوريد كل مرة يحتاج ان يعني نثقب الوريد عشان ندخل فيه الدواء، فالأنف اسلم واسرع طريقة عشان توصل للدماغ. طيب دكتور، احيانا في حد ياخذ مثل هاي المسكنات الحبوب هذه ويقرمها، يتم يطحنها في ثمه عقب يبلعها. طبعا معلومة محمود وايد مهمة، ان الأدوية لا يمكن ان احنا نغير هيئتها، يعني الحبة انا اصير اطحنها او مثل ما قال محمود يقرمها او يمضغها او يطحنها بالاسنان تغير من خصائص الدواء ومن طريقة استقبال الجسم، فمفروض ما تسوونها من غير استشارة الصيدلاني. يقولون ان تي الصداع يروح اسرع. لا ما لخص محمود. ما لخص ما أصير. لا. طيب ميرا يقولون مرحبا، ممكن تتصلين فيني على تحت الهواء؟ تحت الهواء شيء ثاني محمود، بس عشان مثل ما الأنف في بعد جزء ثاني من الجسم هو في الفم، للناس اللي عندهم سكر، الناس اللي عندهم سكر دائما نقول لو عندهم هبوط لا تبلعون السكر ولكن خلوه في التجويف ما بين الخد والأسنان، فهالمنطقة يتم امتصاص الأكل أو السكر أسرع من لو بلعتوه، فهذه بعد من الأشياء الجميلة في جسمنا، في مناطق معينة امتصاص فيها أفضل من غيرها. مرة ثانية دكتورة، الناس اللي عندهم هبوط في السكر دائما نقولهم خذوا تمر مثلا، الناس تمضغه وتبلعه، احنا نقولهم لا تمضغونه، خذوا السحن وحطوه في التجويف بين الخد والأسنان من داخل في فتحة بين الخد واللثة، خشوه هناك على الطرف، فهذا يخلي وخلوه هناك لا تبلعونه، فالجسم يبدأ يمتص السكر من السح بالبط ببطء ويرفع لكم السكر شوي شوي غير يوم تبلعونه. أوكي متأكدة؟ هي متأكدة. طيب هاي معلومة أنا ما أعرف. عموما على طاري القوارض دكتورة، دائما يسوون الفحوصات والدراسات كلها على الفيران. هي مساكين. ليش؟ ما أعرف ليش. كيف ما تعرف دكتورة؟ أنا عارف بس أنت عندك معلومة. لا زقودي ده. أتوقع أن الأقرب يعني تجاوبها أقرب للإنسان. لا هي شوفي القوارض أول شيء يوم يستخدمونها العلماء في دراسات والبحوث، لأن عملية تكاثرها أسرع. زين أسرع، فهي أرخص اني انا اجيب ممكن اسويه على بقره ولا على لا هي فعلا يعني توفرهم حتى ارخص، يعني التجارب ارخص صحيح، تكاثرهم اسرع، دوره حياتهم بعد اسرع، هي اقصر هي من باقي الحيوانات، هم دائما يسوونها يا على القوارض يا على القرود، فتشوفين يعني هذه من الأشياء اللي أنا كنت يعني أفكر أقول يا ربي ليش دائما يأخذون فيران ما يأخذون مثلا، ليش ما يسوون على 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 تيس ولا على بقرة ولا على شيء إلا القوارض، إن قالوا إن هذه تجاريا بالنسبة لهم أفضل، تعطي النتائج كلها، وأيضا الذكاء عندهم بعد كحيوانات عالي بالنسبة للقوارض والقرود. صحيح. يعني وحتى الاهتمام فيه ما توقع أسهل، يعني اللي يحط ألف فار في مختبر يخزنهم بشكل سريع يعني. وأقدر رقبهم بشكل ويقدر أكبر. يشوف على طول محمود، يعني هاي دورة حياته قصيرة مثل ما أنت ذكرت، فيقدر يعني يشوف هل أدى إلى وفاة، هل أدى إلى مشكلة، فيقدر يشوف دورة حياته كاملة أثر الدواء أو التجربة عليه. أيوة يسوون عليهم تجارب حتى على السلوك. أي نعم. حتى التجارب النفسية يسوون عليهم صحيح. تجارب مخبرية يعني من تشريح وغيره وكذا. شرحتي فار انت؟ لا الحمد لله. كيف ضفدع نعم ولكن ضفدع ما شرحتي فاره؟ لا والدكاترة دائما انا احس ان شرحوا كل شيء. نحن في المدرسة يمكن شو عطونا في المدرسة؟ حمامة محمود مو شرحنا يعني، ولكن يعني كان معلمينا ان نجيب الحمامة اللي مثبتها عقمت نشوف الجهاز الهضمي مالها. يلا اهم شيء انك انت صرتي دكتوره قد الدنيا ما شاء الله عليك الحمد لله. ايه ومهنه ان شاء الله تكون يعني انسانيه ان شاء الله، بس مو باي حد يصلح يستوي دكتور، صح ولا دكتوره؟ طبعا كل من لها خصوصيه. كان عندي واحد من الزملاء هذا ايام الجامعه فدخل كليه الطب دكتوره عشان ابوه وامه كانوا يبغونه يستوي دكتور طبيب
يا حليلة في يعني السنة الثانية من الجامعة بدأ العملية، كل ما يعني دخل غرفة التشريح أغمى عليه. زين. تصير. إيه ضاعت سنة كاملة من حياته. زين لأنه هو ما يبغي هذا التخصص بس إرضاء لأمه وأبوه. لكن سبحان الله الحين ما شاء الله عليه مهندس قد الدنيا. غير تخصصين في النهاية ما في فايدة. ما يقدر. أهم شيء يكون عندك أنت حب الرغبة التخصص. الرغبة هي بالضبط. لازم. عموما ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معاكم مستمعينا الكرام، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصيه على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طبعا انتم مستغربين احنا ما اخذنا اسماء الجناحي من البدايه معانا، بس الحين هي موجوده. اسماء صبحت الله بالخير، خبرينا عن ابرز ما يعني يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بهيئه الصحه بدبي. صبحكم الله بنور سوى اخوي محمود الدكتوره ندم. هلا يا اسماء تفضلي. بنتكلم شوي عن بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي وتكلمنا عنها يوم أمس. من ضمن الأشياء أنا مبادرات دبي 10X راح يتم الإعلان عنها وإعلان عن مشاركة أو مشروع هيئة الصحة فيها خلال 5 أيام. شيء وايد كبير إن شاء الله والناس راح تتفاجأ منه إن شاء الله. كنا نترقب من شفنا الإعلان، كنا نترقب إن شاء الله إن شاء الله. وغير هذا نحن نتكلم عن أيضا عن مبادرة تسلم، وهو نظام تحديد الشكر بين الموظفين في هيئة الصحة وموجود في تطبيق الموظف الذكي كأول جهة حكومية تستخدم هذا أو تبتكر هذه الطريقة لتحفيز الموظفين. صحيح. وغدا بتحب أكد أن رجعنا لمبادرة قيادات في خدمتكم. راح نكون مع دكتور حيدر اليوسف وراح نتكلم عن التأمين، فاللي عنده أي استفسارات أي أسئلة عن التأمين راح نكون موجودين من الساعة 11 لين الساعة 12 على قنواتنا اللي إنستغرام وتويتر وبريسكوب. ممتاز. ونختمها برسالة صباحية. نعم. هذه تقول عدد الساعات ثابتة لدينا جميعا، ولكن تنظيمك لهذا الوقت هو سبب نجاحك وتميزك. صحيح. شكرا لك يا أسماء، شكرا لك، نهارك سعيد. طيب أيضا عندنا مداخلة من المستمع محمد. صبحك الله بالخير يا محمد. صباح النور، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. تفضل يا سيدي. تفضل. الله يبارك فيك. أنا في عندي بس لو سمحت استشارة. نعم. العام اللي طاف كان في على التواصل الاجتماعي إنه في دولة الإمارات راح يصير زراعة شريحة مرضى السكري. نعم. تغنيهم عن إبر الأنسولين اليومية. فياريت يدونا بالموضوع هذا، أنه بدأت هنا تكلفة الأماكن الممكن يصير فيها العملية هذه، ما بعرف إذا عندكم فكرة عن الموضوع. طيب شكرا لك. شكرا لك يا محمد. شكرا كثير لكم. شكرا جزيلا. موضوع الشريحة دكتورة يعني تم تداوله بشكل كبير، وأنه بيتم زراعته يغني عن السكر وعن كذا عن إبر الأنسولين. والمشكلة أن معظم الإشاعات العلاجية اللي تطلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكون هي عن مرض السكري بالتحديد، ما أدري ليش، لأنه هو الأكثر شيوعا في الإمارات، ودائما مرضى السكر دائما يعني يدورون عن البدائل عن إبر الأنسولين. جميل. الآن في جهاز لقياس السكر عندنا في هيئة الصحة بدبي، هذا أحدث جهاز تم استخدامه حاليا، وهو عبارة عن مثل قارئ سريع يكون. نعم. ما أدري إذا يقصد هذا محمد إن هي مو بشريحة، هي يعني تنحط مثل استكر على اليد. نعم. ويقدر في ثواني يقرأ مستوى السكر عنده. هذا هو الجهاز. الآن في هناك دراسات عديدة وفي أمور كثيرة، يعني إن شاء الله نتمنى في 2018 يعني يتم الإعلان عنها رسميا، ولكن يا إخوان لا تأخذون بأي إشاعة بأي شغلة، حتى يعني إذا كانت أمور يعني الواحد يتعلق، يعني أحيانا يقولوا لك
والله الفاكهة الفلانية ولا سو كذا ولا اعصر ما ادري ولا العشبة الفلانية وسو كذا وهذا الله بيشافيك ان شاء الله رب العالمين هو الشافي من كل الامراض اكيد يعني الواحد ياخذ بالاسباب والاسباب هي عند الجهات الرسمية فتريو أحيانا يتم الإعلان عن دراسات مثل ما نحن نقرأ دراسات معينة هاي دراسات مستقبلية نتمنى أنها تكون يعني يقولكم العلم وين رايح بالضبط. ولكن مو معناته أنه موجود حاليا بالضبط. فبالنسبة لشريحة تغنيك عن الإنسولين في السكر لأن الحين ما في شيء رسمي عندنا في هيئة الصحة يقول هذا الكلام بالضبط محمود واذا كانت موجوده ترى تشوفونا عن طريق قنوات هيئه الصحه في الانستغرام واحنا بنعلن عنها فانتم تريوا ولا تنساقون مثل ما قال محمود ورا الاشاعات في وايد اشاعات تطلع في مجال الطب على وسائل التواصل الاجتماعي ما منخلص للامانه يعني وايد امور يا جماعه خير يعني بامانه هني مساله الوعي نبغيكم الله يخليكم أي يعني عيادة أو طبيب أو علاج أو يخفف الوزن أو يطلع الشعر يبيض محمود التبييض يعني أي علاج يبيض التبييض صاير ترند في وسائل التواصل الاجتماعي تبييض شو؟ تبييض الوجه أتذكر كان هالحلاق الله يذكره بالخير زين في عنده كريم هذا تحطينه على وجهك تطلعي وانت في الحلاق ابيض تستوي اطلع خمس دقائق يجلب لا فعلا محمود ترى التبييض طبعا المقصود فيه عنصر النسائي مستوي حدث ساخن موضوع ساخن في وسائل التواصل الاجتماعي بس ممكن اشارك بس رساله وانا دائما يعني انا احارب هالشيء ايش حالاتهم السمر ايش تبغون تبيضهم ليش ما ترضون بلون بشرتكم والمشكله محمود الى دوره البياض ترى ما تكون بنت سمراء تكون بيضة ولكن تنخدع انها راح يخلي مثل بشرتها مثل ما يقولون دائما مثل المرمر يعني ما فيها لا لون ولا بقع وهذا الشيء غير معقول يعني صافي تماما المرمر شو يعني هو حجر صح اوكي بس يعني انا تكلمت من قبل عن هالموضوع انه لازم احنا نحارب هالمعتقدات الخاطئه اللي يقول لك تقول لك انا ادور عن شيء يبيض في خلال اسبوعين عندي عرس في خلال اسبوعين ابا وهي يبيض ويسوي صافي خلي دكتوره هذا الموضوع انا ابغى اسال الحين يا جماعه الخير في اجمل واحلى واروع وادق صنعه من صنعه رب العالمين لا طبعا خلق الإنسان في أحسن تقويم أنزين الحين اللي الشخص اللي بيروح يبغي يسوي خشمة والله خشمة مو بعيب زي رب العالمين خلقنك كذا أنت جميل بصنعة رب العالمين أنزين إذا خشمك ما قاعد تستاذي منه في عملية تنفس ولا فيها كذا أو مو مشوه يعني خشمك طبيعي ولا تسوي يعني في حريم يسوون براطمهم ما ادري كنا يعني ما ابغي اقول بعد كنا شو بس انه ليش تضحكين دكتور هذا واقع زين وللاسف اللي صاير يعني حتى ان معظم النساء صايرين مثل بعض يشبهون بعض بالضبط هو ترى تسيمه محمود مثل السايكل يعني تبتدي اول شيء تقول شويه خشي بعد تقول شويه خدي بعد تقول شويه شفافي تدخل في دوامه ما تخلص نفس الوجه يعني حتى ساعات في مره من المرات يعني اسال ان انتم تنتين خوات فقالوا لا نحن ما ولا مسوي عن نفس الدكتور اي مسوي عن نفس الدكتور المفروض تسال منو الدكتور اللي سوى لكم الخواتي يتابعون نفس الدكتور عرفنا فيستوي تسوي فعلا يعني لاحظ الحين معظم البنات لهم نفس الانف ونفس الفم ونفس تركيبه الخد فنفقد هاللمسه الجميله الاختلافات اللي تكون بيننا فيا بنات لا تنساقون خلف عمليات التجميل وخلف الاعلانات اللي تقول عشان تكونين اجمل خلي خشمك اصغر خلي خدك اكبر هذه كلها اعلانات مغرضه عشان انت تدفعين وبعدين لا تتوجهون لاي عياده ولا اي اي شقه ساعات في الفنادق يجون دكاتره في الصالون ما يستوي اذا مش مرخص طبيا يعني انت قاعد تغامر بحياتك عقب لا تيجون تقاضونهم انت رحتوا بايادي ما يقدر يقاضي على شو بيقاضي بالضبط على شو بيقاضي ما عنده لا ترخيص ولا شيء انت ليش ساير له بالضبط على شو بتقاضي وين ما نطلع لك اياه نحن اذا هو يومين كذا وسوى العمليات وطار بالضبط اكيد وين بتكون بعدها محمود وتعال اثبت
انهم سووا لك ومسووا لك يعني وايد وكفايه محمود تشويه اللي يستوي للشخص. يعني انت يعني دفعت يمكن 500 درهم عشان يكون ارخص, ولكن بعدين الضرر النفسي وضرر شكلك كيف اخترب بعد العمليات غير مرخصه. حالات موجوده دكتوره بالضبط. وشفناها بالضبط. شفناها يعني حتى المواد اللي تستخدم يعني هاي ما تقدر خلاص دخلت الويوده دخلت الخد ما تقدر تطلعها خلاص تصير يعني يصير في تهديد على حياتك اذا انا شلت الماده هذه بالضبط. وهذه الماده تسبب لك التهابات تسبب لك اشياء. عموما احنا ما كان هذا موضوعنا دكتوره, احنا كنا نبغى نتكلم عن بعض السلوكيات اللي يجب ان نتبعها في هذا الوقت من العام اللي هو الوقت يعني يكون الجو فيه بارد زين. لكن تعطينا 5 دقائق ناصر ونطلع فاصل 3 دقائق يلا 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 دكتورة. شكرا. نحن بعد أبغى أذكر أن في عندنا عزبتنا غير في هيئة الصحة بدبي, هذه العزبة اللي موجودة في منطقة الطي وين العزب الحكومية. المكان مفتوح لكم مستمعينا الخميس الجمعة والسبت. الجمعة من الساعة 4 لين 12 والأيام الثانية لين الساعة 10. تعالوا حياكم زوروا العزبة لأن فيها وايد فعاليات وهي عزبة مفتوحة للجميع. ما شاء الله ممتاز. أنزل تفضل دكتورة. بنتكلم على السريع عن أكثر العادات أو الأمراض شيوعا حاليا في هذا الموسم. طبعا هذا موسم أكثر الأشياء شيوعا الكحة الزكام والحمى. المشكلة في هذا الجو أن الناس تبغى تستمتع بالجو بالبراد, ولكن الانتشار الفيروسات مع انخفاض درجات الحرارة تخلي الناس تتعب. فالناس تقول ليش في الصيف ما تصيب نفس الأمراض بنفس الطريقة. ارتفاع درجات الحرارة عندنا يحمينا من كثير من الفيروسات والبكتيريا. لما يدخل علينا الشتاء هالفيروسات والبكتيريا تستطيع أن تدخل أجسامنا بشكل أسرع. شو العرض تكون موجودة دائما؟ طبعا الزكام هو العارض الأول اللي وايد ناس يشتكون منه. الكحة, ومهم جدا لما نتكلم عن الكحة في وايد ناس يعتبرون الكحة شيء بسيط وعارض ولازم ما ازور الطبيب. الكحة البسيطة, شو معنى الكحة البسيطة؟ يعني الكحة اللي تكون صاحب بلغم خفيف مدة اسبوع الى 10 ايام ممكن تعالجها روحك في البيت. ولكن متى لازم ازور الطبيب؟ اذا الكحة كانت شديدة في الليل, اهم شيء في الليل. رقم 2 مصاحبة لها حرارة شديدة ما تنزل. رقم 3 مصاحبة لها حبوب تظهر في الجسم. رقم 4 إذا كنت أنت مسافر ورديت وبدت الكحة شديدة بعد هذا السفر, وإذا كانت الكحة مصاحبة مثل الصياح الديكي. والصياح الديكي في وايد ناس ما يقدروا يميزونه, ولكن تكون كحة شديدة ويتبعها بين الكحة والكحة يكون فيه مثل شهيق يطلع مثل صوت الصياح الديك بينه, هاي خطرة ولازم تتوجهون للعيادة على طول في هالحالات اللي ذكرتها. كيف يعني ممكن تقلدين الصوت الكحة هذه؟ ما يعني كيف كحة صوت الديك؟ يستوي بين الكحة والكحة الواحد يشهق ياخذ نفس, فهالشهيق ما يكون تنفس عادي. كوكو كوكو يعني ولا شيء؟ لا ما عم اقلده مثل الصياح. يستوي مثل صوت الصياح. بنحاول نقلده بعد الفاصل. انا ما عرفت هذا الصوت شو بالضبط دكتورة. بنطلع من النت محمود من شغله. لا لا قولي لي اياه, ابغي اعرف. انت الحين خبرتينا شغله ما يا تقولي لنا يا كامل المعلومه كامله ولا لا؟ والله ما عرف قلده والله. زين مشكلة. بطلع فاصل مستمعينا الكرام, بعد فاصل ما نتحدث عن يعني الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي استعدادا للحدث الأبرز إكسبو 2020 دبي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا, بيكون معنا إن شاء الله على الهواء الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام, حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام عبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. يقول يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته اتطلب الربح بما فيه خسرانه. شو مهم يعني الواحد يهتم بصحته دكتور, لازم يهتم بصحته. لازم يهتم بصحته. ما بانك انت تطلب الربح بما فيه خسرانه, وانك يعني هذه نظره تشاؤميه. دائما الواحد يهتم بصحته, يهتم ب يعني بالامور, يستثمر في صحته لازم استثمار. وهذه اصلا قاعده في الدين ان ولا ترموا بانفسكم الى التهلكه. صح. زين فالواحد يحافظ على نفسه قدر الامكان يا اخي. يمكن قصد عن عمليات التجميل بعد. يمكن يمكن نسيت موضوع عمليات التجميل. عموما جربوا الكركم ومسمار وايد زين. الكركم والمسمار هي يمدحون عرج الكركم للكحه. بالضبط صح.
أنا ما أعرف. إيه الكركم، الكركم الأصلي اللي ما عند العطار وايد زين الكحة. شو رأيكم في التطعيم ضد أمراض الإنفلونزا؟ نشجع ونؤيد. الشخص اللي يهتم بصحته يعمل عملية قص معدة؟ لا مو شرط. إذا تحتاج تعملها، بس الاحتياج إنك أنت العملية يعني عندك أمراض سكري ما منتظم بسبب زيادة الوزن يحدد الطبيب. مو عملية تجميل. تجميل إن أنت وزنك زين وما عندك أمراض، بس أنت كسلان إن أنت تنزل وزنك لا. طيب عموما دكتورة، نحن قلنا قبل الفاصل نتكلم عن إكسبو 2020، الهيئة يعني نجحت في الهيئة نجحت في ربط مسارات ومحاور استراتيجيتها 2016-2021 بمتطلبات الحدث العالمي المرتقى في دولة الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020 دبي. كما نجحت أيضا في تبني مجموعة كبيرة من المشروعات والمبادرات والبرامج التي تصب مباشرة في خدمة هذا الحدث الدولي، بما يتوافق ورؤية دبي وتطلعاتها والمبادئ العامة للجنة التحضيرية العليا ومكتب إكسبو 2020 دبي، ويتماشى في الوقت نفسه مع الاحتياجات اللازمة لتأمين الحدث والإسهام في نجاحه وتوفير أفضل سبل الرعاية والعناية الصحية لجميع المشاركين فيه. حول هالموضوع بالغ الأهمية يدور حديثنا اليوم مع ضيفنا دكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور. صباح الخير والنور، مشكورين على الإضافة، وإن شاء الله نحن سعداء بلقائكم للحديث عن جاهزية هيئة الصحة في دبي لاستقبال الحدث الكبير معرض إكسبو 2020. خبرنا دكتور شو الاستعدادات وشو هي الجاهزية وشو هي المشاريع اللي انتم قاعدين يعني تشتغلون عليها لاستقبال هذا الحدث. نعم، بداية حبيت أذكر مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن معرض إكسبو سيكون قلب نابض لمدينة جديدة نبنيها في وسط الصحراء. وكذلك قول صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ننتظر إكسبو دبي لنبهر العالم بمنجزاتنا الحضارية والإنسانية إن شاء الله تعالى. فمن هذا المنطلق ومن هذه التوجيهات السامية الكريمة قامت هيئة الصحة بدبي بتسخير كافة الطاقات والإبداعات الموجودة في هيئة الصحة للاستعداد لاستقبال واستضافة إكسبو 2020 بالمشاريع والمبادرات التي ستخدم إن شاء الله إمارة دبي في وقت الحدث وقبل كذلك إن شاء الله. دكتور كلبان، كيف تمت دراسة الاحتياجات والمتطلبات حق إكسبو 2020؟ هو بالنسبة للاحتياجات تم تشكيل فريق عمل بتوجيهات معالي حميد القطامي رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020. تم دراسة الاحتياجات عن طريق اللقاءات المباشرة مع إدارة مكتب إكسبو على أرض الحدث، وكذلك تم عمل مجموعة من الزيارات خارج الدولة للاطلاع على أحسن الممارسات الموجودة في تنظيم إكسبو 2020. زرنا إحنا ميلان وزرنا مدينة أستانا، وتم كذلك معرفة المبادرات والمشاريع الموجودة في استراتيجية الهيئة. فتم الربط بين استراتيجية الهيئة واحتياجات ومتطلبات إكسبو 2020. صحيح، ممتاز. دكتور، لما رحتوا المشاركات الخارجية في ميلان في أستانا، شو الأحدث ما طلعتوا عليه هناك واللي تحس انه بيخدمنا في إكسبو 2020؟ طبعا على المنظومة الصحية الموجودة في كل بلد، مو فقط النظام الصحي، لا اطلعنا على اشياء كثيره يعني من ناحيه هندسيه الموقع، على الخدمات الطبيه الاداريه البلديات الطرق وغيره، كل هالاشياء كانت في منظومه كامله، بس احنا بعدين ركزنا اكثر على الخدمات الصحيه الموجوده فيها. طيب انا هني بضيف، لان كنت ضمن الوفود اللي راحت على ميلان واستانا، دكتوره يعني من غير مبالغه يا جماعه الخير، ومبلى ان يعني صح ان شهادتي مجروحه شويه في هيئه الصحه، ولكن هذا يعني الله شاهد الواقع اللي انا شفته، ان نحن دكتور كمنظومه صحيه في اماره دبي لا نحن نعلمهم ونحن متفوقين عليهم بوايد، ما تتخيلين دكتور نحن تجهيزات حق احداث بسيطه، تجهيزات الصحيه اللي موجوده عندنا متفوقه تماما عن هم تجهيزاتهم لحدث كبير مثل اكسبو.
جميل. اكيد اكيد محمود، احنا دائما تعودنا دبي دائما تكون في الصداره والاماره بشكل عام اكيد. لكن هذا ما يمنع دكتور ان نحن ايضا استفدنا من خلال هذه الزيارات ان الواحد يطلع ايضا اذا ما كانت هنالك نواقص هو يستفيد منها، انه ليش ما سووا كذا وليش ما ادري ما عملوا كذا. ونحن حتى الوفد اللي تطرق لي العديد من المواضيع كانت عندهم اضافات كذلك لهم هم، لان كانوا يسالونه يعني يستفيدون من خبرتنا نحن في اماره دبي من خلال تنظيمنا للعديد من الأحداث العالمية. نعم، حبيت أضيف بالنسبة للبرنامج وخطة العمل أو إطار العمل، مثل ما قلنا تم ربطه مع محاور إكسبو التي تذكر دائما بالنسبة للفرص والاستدامة وتواصل العقول وصنع المستقبل. نعم صحيح. فهذا التوجيهات السامية أيضا ربطت بالخطة التشغيلية الموجودة لهيئة الصحة في دبي، وكذلك الخطة التشغيلية لبرنامج المشاركة فيها. ممتاز. الحين لو وصلنا لإكسبو 2020، شو بيكون دور هيئة الصحة خلال إكسبو 2020 بالإضافة لخدمات الصحية رح نقدمها؟ نعم، نحن نظرنا إليها كمنظومة متكاملة على مستوى الهيئة. هناك تم تحديد هيكلية الفرق التي بتشتغل، تم تطوير نظام الاتصال والتواصل في هيئة الصحة كذلك. ممتاز. تم تطوير البنية التحتية التقنية وتطوير أيضا البنية التحتية الإنشائية. ممتاز. فكل محور في مجموعة من المبادرات والمشاريع. يعني لإكسبو احنا عندنا أكثر من 17 مبادرة إبداعية ابتكارية. ممتاز. في مثل ما قلنا في أشياء تقنية، إنشاءات، في التواصل. نعرض تجربة دبي بأحسن ما يكون، تجربة إن شاء الله ريادية استثنائية. ممتاز. دكتور كرباب، بالنسبة للطاقم الطبي اللي بيكون موجود مع إكسبو 2020، في استعدادات خاصة قاعدين نسويها عشان استعداد لإكسبو؟ بالنسبة للجانب الطبي نحن إن شاء الله بتكون هناك كوادر متخصصة في موضوع الطوارئ، بتكون هناك طوارئ موجودة سواء على أرض الحدث في عيادات الموجودة، أشياء أيضا نستقبلها الآلات الطارئة في مركز الطوارئ في مستشفى راشد، المستشفيات أيضا كذلك تساعد في هالموضوع. صحيح. الرعاية الصحية أيضا نستثمر وجودهم، العيادات 24 أور شغالة، وكذلك أيضا عندنا مشاركات من القطاع الخاص. ممتاز. في استقبال العدد الكبير اللي ممكن يتراوح يعني أكثر من 25 مليون بيكونون في دبي إن شاء الله خلال أرض خلال المعرض إن شاء الله. ممتاز. دكتور، يعني في حزمة من المشاريع والمبادرات والحلول الذكية كذلك اللي الهيئة سعت إلى تطبيقها وإلى وضعها ضمن استعداداتها لإكسبو 2020. خلينا نتكلم عن هذه المبادرات الذكية وشو الأشياء اللي الهيئة استحدثتها علشان تدعم هذه الاستضافة وتخرج بها بشكل آمن صحيا. نعم، أنا حبيت بس أشير إلى هناك ميثاق. ميثاق الهيئة يعني بادرت الحمد لله، وهذه فكرة ريادية للهيئة إنها بتربط ميثاق المتعاملين، ميثاق الزائرين، أيضا حتى ميثاق للمستثمرين في رحلة دخولهم إلى دبي. هناك في بعض الحزم التقنية بتكون قبل الوصول وأثناء وصولهم وحتى أثناء مغادرتهم لدبي. فمن الأشياء اللي بتكون إن شاء الله قبل ما يوصلون هناك نوع من التسويق لدبي عن طريق السياحة العلاجية، عن طريق الويب سايت الموجود، عن موضوع الأبس الموجود، التعريف أكثر وأكثر. أول ما يوصل بيشوف يعني مجموعة من الشغلات موجودة، العيادات المنتشرة مثل ما قلنا في دبي، ربطها بنظام سلامة موجود عندنا، ربطها كذلك بنظام الطب الوقائي سالم. صحيح. في حصانة وفي سالم. بالنسبة حصانة طبيعية. حصانة مشروع رائع دكتور، خبرنا عنه. حصانة هو يعني مشروع مثل ما ذكرت إن شاء الله بيطلق قريبا، فيه نوع من قاعدة بيانات ومنظومة كبيرة إن شاء الله في الطب الوقائي تهتم بالتطعيمات اللي يأخذها المتعاملين، ممكن يعني الاستعلام إذا في بعض الأمراض الوبائية، حصر بشكل يعني ذكي ومنظم أي لا سمح الله أي وباء ممكن يحدث. صحيح. في المنطقة، وبنفس الوقت التدخل المباشر والسريع جدا لمحاصرة هذه الأشياء. ممتاز. سالم. سالم هو نظام سالم لأنه موضوع مهم بعد كذلك اللي بيون من الخارج إن شاء الله. هو سالم مثل ما ذكر نظام ذكي موجود في إدارة اللياقة الطبية،
نظام ذكي يهدف إلى مثل ما قلنا الاكتشاف المبكر للأمراض، تسجيل الفحوصات الطبية، وربطها مع نظام الإقامة وشؤون الأجانب، فيها السرعة، الإنجاز، الدقة. وفي أيضا تم إطلاق في الأرب هيلث موضوع سالم المحدث مربوط الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هذا بيعمل نقلة كبيرة جدا في السرعة والاكتشاف المبكر الدقيق 100% اللي بيؤدي إلى إن شاء الله اكتشاف الأمراض بنسبة 100% بالنسبة لأمراض الصدر والدرن وغيرها. ممتاز. دكتور كلبان، تجربة إكسبو شو قيمتها بالنسبة لهيئة الصحة بتبي؟ يعني شو الدروس اللي بنطلعها إحنا من إكسبو 2020؟ بالنسبة للدروس مثل ما قلنا دروس كبيرة، إن هيئة الصحة جاهزة لاستقبال هذا الحدث على كل الكوادر والقطاعات. الفائدة المرجوة مثل ما ذكرنا سلامة الزائرين، سلامة المتعاملين، المستثمرين، تهيئة الفرص للاستثمار، سعادة المتعاملين، إن هناك يعني نظام متكامل يضمن لهم السعادة والأمن والأمان في رحلتهم إن شاء الله من في 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 رحلتهم إن شاء الله لإمارات دبي. أنت ذكرت دكتور إن أنتم تهتمون ما قبل وصول الزائر وأثناء وجوده وبعد مغادرته. صحيح، بعد مغادرته بعد أنا ما يعني قبل الوصول قلنا من خلال يعني الفحوصات وهذه الخاصة بهيئة الصحة، أثناء تواجده لازم نحن نسويه، لكن بعد مغادرته شو يعني؟ بعد مغادرته بيكون عنده تواصل، معرفة مثلا فحوصات الريكورد اللي ممكن هو يحصله من الفحوصات، التقارير الطبية، ممكن يفتح أبس معين، ملف الخاص الملف يسمونه ماي تشارت. أوكي، وممكن يطلع عليه من أي مكان في العالم، من أي مكان، وحتى ممكن يراسل دكتورة إذا في أي تعديلات عليه، ممكن يأخذ حتى تقارير وياه. نعم، ممتاز. إذن يعني نقدر نقول نحن في مدينة التحدي، نعلن التحدي ها دكتور، لأن نحن جاهزين لاستقبال إكسبو 2020 نحو إكسبو أكثر صحة وسعادة إن شاء الله. ها دكتورة، قبل التحدي إن شاء الله، يعني هو 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 تحدي نحن إن شاء الله على قدره. دكتور يعني قبل أختم معك دكتور، بس نبغي يعني كلمة أخيرة، وأيضا شغلة يمكن محور نسينا نتكلم فيه، ممكن أنت يعني عندك دقيقة دكتور تشرح لنا الشيء اللي تبغي تقوله ضمن هذه الكلمة إن شاء الله. مثل ما قلنا نحن ميثاق هيئة الصحة للمتعاملين، هذه فكرة إبداعية وتم تصميم إطار العمل على هذا الضوء بالنسبة كذلك للاستراتيجيات الموجودة. كل هذه تصب مثل ما قلنا بتكامل مع الشركاء، تكامل المنظومة الصحية، إن شاء الله تمشي الأمور بطريقة متميزة ورائعة في رحلة المتعاملين. والحمد لله بتضافر الجهود وحماس إن شاء الله فرق العمل، إن شاء الله بتكون الأمور جدا ممتازة في رحلة المتعاملين أثناء معرض إكسبو. جميل، وأكيد دكتورة هذا كله أيضا في مظلة تأمين صحي عالية الجودة، فيها باقات متنوعة توفرها هيئة الصحة بدبي، يعني الأمور إن شاء الله مغطاية من الألف إلى الياء مثل ما يقولون. خطة جميلة تبين الجهود اللي تقدمها الهيئة في هذا المجال. أتمنى لكم التوفيق دكتور أحمد بن كلبان مدير التنفيذي قطاع المستشفيات، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يعني هذا الحدث نبهر فيه العالم كما وصانا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، إن قال سوف نبهر العالم، وإن شاء الله نحن نبهر العالم إن شاء الله. شكرا لك دكتور. يعطيكم طيب. ألف عافية. الله يعافيك. عاد في إكسبو نصير نسوي أنا وأنت الصحة وسعادة من إكسبو إن شاء الله محمود. والله ما نخبره مهني الجماعة، يعني إذا حيين نحن نكسبو تضامنا إن شاء الله. ليش لا واحد إن شاء الله، إن شاء الله واحد يعيش لمسي عمره 100 سنة إن شاء الله. 100 سنة تبغي تعيشين تأخذين زمان زمان غيرك دكتور. يقول لك الإنسان مهيئ أن يعيش 120. 120 قبل يعني الحين ما شاء الله نحن لأن يعني مستوى الحياة ومستوى الخدمات الصحية ارتفعت عندنا. اللهم مع طبعا ثلاثة يعني. الأبعاد والأنسجل زراعة الأنسجة إن شاء الله واحد ممكن يعيش 120 ليش لا؟ إن شاء الله يا رب إن شاء الله. طيب لا تنسون مستمعينا يوم الخميس والجمعة والسبت
عزبتنا غير هذه العزبة اللي تقيمها هيئة الصحة بدبي، يمكن العزبة الوحيدة من عزب الدوائر الحكومية، أنا ما أدري يعني ما بتكلم هذا، لكن ما شت سمعت إن في دائرة حكومية فتحت المجال لاستقبال الجمهور بشكل عام ضمن الفعالية هذه اللي تقيمها الهيئة. العزبة موجودة للجمهور، فيها فعاليات، فيها سحوبات، فيها توعية صحية، فيها ركن للأطفال، فيها خيول، فيها مسابقات. كل واحد يبدأ دراجته ويا عاد. لا إن شاء الله يكون فيها. محمود ما بيشارك حد دراجته. عموما يعني هذا المجال نقدمه لكم مستمعينا، ان اللي حاب يحضر العزبة الفعاليات بتكون يوم الخميس من الساعة كم محمود؟ الخميس من 4 لين 10 اعتقد. هو من 4 يعني تبتدي كل يوم؟ هي. كل يوم من 4. اوكي، من 4 لين 10. الجمعة اعتقد من 2 لين 12 عقب الصلاة، هي عشان هي من 2 لـ 12. والسبت في البيت عشان دوام الأحد. لا تعالوا 4 لـ 10 شو بلات؟ ما بيداومون محمود الأحد. ليش الساعة 10 بيكون راد هذا؟ أنت تحرك كل الناس مثلك دكتورة. ما حد يرقد نفسي ساعة. أخبرهم السالفة على هو ولا ما أخبرهم؟ أقولهم؟ ما أقول؟ اوكي خلاص، لازم بختم البرنامج. فمستمعينا الكرام، يعني كل الشكر لميرا الخفلي معانا، كانت في التنسيق. شكرا لك يا ناصر السليمي، شكرا لك دكتورة ندى. شكرا جزيلا. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري، وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمة. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.